أول مطبوع سنة 1343، يعني هذا الكتاب مطبوع سنة 1343، وبه نسخة كتاب عقيدة الصابوني التي سنقوم بإذن الله تعالى بالتعليق عليها. وبالتالي رسالة الاعتقاد للصابوني، يعني عقيدة سلف وأصحاب الحديث، هذه النسخة من أقدم النسخ. هناك نسخة أقدم منها ولكن ليست تحت يدي، لكن دي تعتبر من أقدم النسخ. يعني هذا الكتاب مطبوع ما يقرب من حاجة وتسعين سنة، يعني هذا المجلد مطبوع منذ أكثر من تسعين سنة. كنا احنا فين بقى ساعتها؟ نعم، لم تكن شيئا مذكورا، يبقى إذن كنت شيء. نعم، كنت في عالم العلم، لأن العالم علمان، أو عالمان، عالم العلم وعالم العين. فقبل أن توجد في عالم العين كنت موجودا عند الله تعالى في عالم العلم. وهذا العالم هو الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآية. إذا عالم الذر أو عالم العلم هذا قبل خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا قبل أن نخلق أجنة في بطون أمهاتنا ثم نخرج إلى هذه الدنيا إلى دار التكليف والعمل، قبل ذلك كنا عند الله عز وجل شيئا في عالم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. نحن الآن في مجلس اعتقاد الإمام الصابوني عليه رحمة الله، وهذه الرسالة لها عدة نسخ مخطوطة، وتحت يدي بعض من هذه النسخ، تحت يدي بعض من هذه النسخ، منها نسخة الظاهرية في دمشق، ومنها نسخة الجامعة الإسلامية، وعدة نسخ أخرى وهي موجودة معي إن شاء الله. وهذه نسخة من المخطوط، يعني هذه نسخة من المخطوط، هذه نسخة من مخطوط الإمام الصابوني، عقيدة أصحاب الحديث للإمام الصابوني عليه رحمة الله. ونجد على طرة المخطوطات، الطرة اللي هو الغلاف بتاع المخطوط، نجد على غلاف بعض نسخ المخطوطات ما يلي، وهذه تسمية المخطوط: الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، ده عنوان. عنوان ثاني: كتاب الفصول في بيان الأصول، ولي تعليق على هذا العنوان سأذكره الآن. كتاب الفصول في بيان الأصول. العنوان الثالث: هذه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. هذه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والعطف هنا هو للبيان، العطف هنا للبيان، فإن أصحاب الحديث من السلف، ولكن خصوا بالذكر تشريفا لهم. ويقصد بأصحاب الحديث الذين إذا وصل إليهم الحديث عظموه وعملوا به، دول أصحاب الحديث. إذا لا يقصد بأصحاب الحديث الذين يحفظون الحديث، أو الذين يمتهنون الحديث، أو الذين يجتهدون في معرفة طرق الحديث. فيمكن أن نجد إنسانا محدثا وليس من أهل الحديث. إزاي؟
محدثا باعتبار الصنعة أو باعتبار العلم، ولكنه لا يعمل بما انتهى إليه، لا يعمل به. ولذلك نجد بعض مسانيد الحديث يغلب عليهم التصوف والبدع، وهم مسانيد معمرون لهم أسانيد متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونجدهم يتقلبون في البدعة، فأسانيدهم وعلوها وصلتهم بالحديث وشرفه لا يجعلهم من جملة أصحاب الحديث، وإنما صاحب الحديث الذي يعمل به، يعمل به. ولذلك التمار هو الذي يجمع التمر ويعمل بالتمر، مش بيجمع التمر بس، لا، ويعمل به. وكذلك صاحب الحديث الذي إذا وصل إليه الحديث عظمه وعمل به، الذي إذا وصل إليه الحديث عظمه وعمل به. ولذلك في بعض الأخبار الصحيحة نظر الله في بعض الأخبار الصحيحة لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني إيه؟ يعني الإنسان عندما ينتهي عملا إلى ما سمع فقد أحسن. يبقى الإنسان يحسن إيه؟ إن هو يعمل بما ينتهي إليه، يعني كل ما انتهى إليه سمعه، أي وصل إليه سمعه، فإنه يعمل به. دول أصحاب الحديث. إذن الرسالة أو هذه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وذلك العنوان الأول الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، هذا أيضا من عطف البيان. نجد في مجموعة رسائل المنيرية، هنجد فيها العنوان ده، ويعتبر ده من أقدم المصنفات أو النسخ الموجودة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وهذا العنوان لعله من أفضل العناوين، لأنه ورد في طرة بعض المخطوطات، يعني بعض المخطوطات نص على هذا العنوان. إذن هذا اسم رسالة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وبعض النسخ عقيدة السلف، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ودي مش عطف بيان، أمال ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ لا مش نعت، بدل. يا سلام الأخ أحمد ما شاء الله، أيوه كده، عشان منطقة أحمد ماهر كده. عقيدة السلف أصحاب الحديث، تمام. بعض أهل العلم أشار إلى هذه الرسالة، وهذا مفيد في إثبات الرسالة إلى صاحبها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه درء تعارض العقل والنقل، نقل عن الإمام الصابوني، وكذلك في كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، فقال قال الصابوني في رسالته المشهورة في السنة، في رسالته المشهورة فين؟ في السنة. وأيضا شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية نقل عن الصابوني، فقال أيضا في رسالته المشهورة في السنة، جرى على ما جرى عليه شيخه ابن تيمية. الإمام الذهبي عليه رحمة الله عند ترجمة الصابوني في سير الأعلام قال له مصنف في السنة واعتقاد السلف، له مصنف في السنة واعتقاد السلف. والعجيب إن احنا لو نظرنا إلى المخطوط نجد، أو خالد يد الآن حالا، قال ابن كثير في البداية والنهاية مجلد 12 عند ترجمته للصابوني في ذكر أحداث سنة 449 أنه توفي الأستاذ أبو عثمان الصابوني، الأستاذ أبو عثمان الصابوني. ابن كثير قل أن يلقب شخصا بكلمة أستاذ، قليل، لأن كلمة أستاذ
في الثقافة الإسلامية العلمية كلمة أستاذ في الثقافة الإسلامية العلمية يعنى بها من أحاط علما بفنون عدة، يعني نقول محدث ولا مفسر ولا أصولي ولا فقيه ولا لغوي ولا إخباري ولا مؤرخ ولا أديب ولا مؤدب ولا نقول إيه بالضبط. فيقولك إيه أستاذ. إذن كلمة أستاذ تعني أنه صار فحلا في علوم عدة. فحل يعني يا أخوانا يعني متمكنا، صار متمكنا في فنون عدة. فقال في سنة 449 توفي فيه الأستاذ أبو عثمان الصابوني. ثم قال: وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال، عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد وأنا بمكة في المذاهب. يعني أتردد في المذاهب يعني إيه؟ يطلع من مذهب ويخش في مذهب، يطلع من مذهب يخش في مذهب. والمقصود بالمذاهب أي طرائق الناس في الاعتقاد، طرائق الناس في الاعتقاد. المسألة دي يا ريت يا إخوانا قيدوها. المقصود بالمذاهب هنا طرائق الناس في الاعتقاد. يبقى الإمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمين كان يتقلب في مقالات الناس في مسائل الاعتقاد. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيقول له إيه؟ عليك باعتقاد أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. يا إلهي، إذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجويني أن يلزم اعتقاد مين؟ الصابوني، أن يلزم اعتقاد الصابوني. ولذلك دي من ضمن الأسباب التي جعلتني أختار هذه الرسالة كما سأذكر لكم إن شاء الله عز وجل. لو رجعنا إلى المقصود ذات نفسه، وللأسف أن بعض الناس الذين ترجموا له لم يذكروا هذا الكلام. المخطوط بيقول: قال الذهبي، ولعل هذا الخط يعني خط أحد تلامذة الذهبي، قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: روى إسماعيل ابن عبد الغفار أنه سمع إمام الحرمين يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك باعتقاد ابن الصابوني. يعني النص بتاع ابن كثير عليك باعتقاد مين؟ أبو عثمان الصابوني. في وطبعا ده أدق، هنا أدق، لأن هذا إسناد متصل إلى الذهب مباشرة، يعني بين كلام الذهبي وبين الصابوني راوي واحد. قال الذهبي رحمه الله، وحاجة جميلة جدا بعد ما يذكر الإمام يقول إيه؟ رحمه الله، الأدب. قال الذهبي رحمه الله، يا ريت احنا نتعود المسألة دي. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله، يعني كل إمام مرضي على منهج السلف نقول إيه؟ رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو. العلو اختصره بعض الناس وعلق عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه مختصر العلو، ونسخته جيدة. روى إسماعيل بن عبد الغفار أنه سمع إمام الحرمين يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك باعتقاد ابن الصابوني. من المهم بمكان أن نعرف نسبة الكتاب إلى صاحبه. يعني ممكن أن حد يقول أن الكتاب ده ممكن أي واحد يكون ألفه ونسبه صاحبه. ونسبة الكتاب إلى صاحبه دي مسألة مهمة جدا، وليست بالمسألة الهينة. يعني في كتاب الأصول والفروع لأبي محمد ابن حزم المتوفى 400
28 هجرية، هناك فصل بأكمله في المجلد الثاني ليس لابن حزم، وهو في قلب الكتاب ليس لابن حزم. طب ازاي عرفت انه ليس لابن حزم؟ الانسان فيه هناك حاجة اسمها ايه، يعني التعرف على صاحب الكتاب. ان لما اقرأ كتاب اقرأ فيه كتير، فلما اقرأ كتير اعرف اسلوب الكاتب اتذوقه. فعندما قرأت هذا الجزء وجدت ان هذا الطعم مش طعم ابن حزم، مش طعمه، مش هذا الرومان له طعم والتفاح له طعم. لو واحد اكل التفاح وقال لك ده جنضيض قلت له لا. وكذلك كل مصنف له طعم، له طعم. فهذا الفصل ليس على مذاق ابن حزم العلمي فشككت فيه. فراجعت أسانيد ابن حزم في كتبه كلها، رجعت أسانيد ابن حزم في المحلى والإحكام والنبذ والفصل، هذه مجلدات ضخمة، إلى أن وقفت وحصرت أسانيد ابن حزم. فطبقت دراسة الأسانيد على هذا الفصل فوجدت أن أسانيد هذا الفصل لا تمت بصلة لابن حزم، لا تمت بصلة لابن حزم. الذي أريد أن أقول أننا ربما أن يخرج كتاب لبعض المحققين، وده حققه 4 أو 5، كتاب الأصول في مجلدين حققه 4 أو 5 على ما أذكر، ومع ذلك تركوا هذا الفصل مدخولا مدسوسا على نسخة الكتاب دون أن يشيروا إليها. ومن هنا من أعظم ما ينبغي على المحقق أن يصنعه أن يتأكد من نسبة الكتاب كله إلى صاحبه، لأنه ربما تأتي بعض أوراق فتدخل في المخطوط وليست منه، وإنما يفعل ذلك النساخ، فليس من وجد المحقق وليس من عمد المحقق إن هو ينشر الكتاب وبعدين في بعض الكلمات يوضحها وبعض الأحاديث يخرجها. لا، من أعظم عمل المحقق حاجتين: أن يتأكد من نسبة المخطوط إلى صاحبه، نمرة 2 أن يضبط النص، أما بيان المعاني وتخريج الأحاديث ومعرفة الآيات وصورها وأبيات الشعر وبحورها ودواوينها، هذا كله يسمى إيه؟ خدمة النص. إذا عندنا التأكد من النص، 2 ضبط النص، 3 إيه؟ خدمة النص. ده الشغل في المخطوط. فعندما يقول حققه فلان يبقى كده عمل 3 حاجات. الحاجة الأولانية عمل إيه؟ النمرة 1 نسبة الكتاب، 2 ضبط النص، 3 خدمة النص. خدمة النص. طيب لو أنه ضبط النص ولكن لم يخدمه، يعني تأكد من نسبة الكتاب وضبط النص ولكن لم يخدمه، يجوز أن نسميه حققه أيضا. ولذلك بعض الناس يراوحون ويجمعون فيقول حققه وخرج أحاديثه، ماشي، وخرج أحاديثه. إذن هو لو تأكد من نسبة النص، 2 ضبط النص وقال حققه، خلاص جاز له ذلك، جاز له ذلك. فإذا جمع مع الاثنين، خدمة النص، فهذا أعلى وأشرف. طيب ضبط النص ولكن لم يتحقق من نسبته، إذا حققه؟ لا، إذا لم يحققه. طيب تأكد من النسبة ولكن لم يضبط النص، هل حقق؟ لا. إذا أهم حاجة في التحقيق حاجتين: نمرة 1 النسبة، 2 الضبط. ثم بعد ذلك يأتي الكمال والزينة والشيء المتقدم، وماذا؟ خدمة النص. بعض الناس يوم جايب الكتاب مطبوع قبل كده وكلمتين من تحت، بعض المعاني من تحت، وفي الأول إيه؟ حققه أبو مثلا أبو السعادات المنصوري الأثري،
رضي الله عنه وعفى عنه. تقول بقى اول ما اي اخ بقى لسه مبتدئ في طلب العلم قلبه يترعش، ابو سعادات مش سعاده بس، ده ابو سعادات كلها، يشعر ان هو قد حاز كنزا عريضا. ويا اخوتي لا ينبغي ان نتلاعب بعقول الطلاب، ده مساله خطيره جدا. اذا في التحقيق عاوزين ثلاث حاجات مع بعضهم، نمره واحد نسبه النص، اثنين ضبط النص، ثلاثة خدمة النص. طيب لو أنا تأكدت من نسبة النص ولكن وضبطت النص ضبط بسيط ولم أخدم النص، الأول أن تقول قرأه وعلق عليه، تقول قرأه وعلق عليه، أو تقول اعتنى به فلان، ماشي، أو تقول نشره فلان، أو تقول قام عليه فلان، لكن ما تقولش إيه حققه فلان. ولله در الشيخ الجهبذ أحمد شاكر في كتابه ماذا؟ رسالة، يقول لك إيه؟ قرأه. لما حقق أيضا الأخو الشيخ محمود شاكر كتاب الجرجاني قال قرأه، قرأه مالش حقق، قال إيه؟ قرأه، قرأه. فأتعجب من حال بعض المضخمين لأنفسهم وهم في العلم يعني مساكين. كل النسخ المخطوطة التي بين أيدينا، وهي أكثر من ثلاث نسخ مخطوطة، فيها نسبة الكتاب إلى صاحبه. طبعا الكتاب له أكثر من كذا من النسخ، ولكن هذا ما تحصل لنا. هذه النسخ كلها موجودة نسبة الكتاب إليه إلى صاحبه. نمرة اثنين، هناك على المخطوط بس النسخة دي مش موجودة عليها، بيبقى فيه هناك على الهامش هنا هوت سماعات، سماعات يعني إيه؟ سمعه فلان على هوامش كده، بيبقى مكتوب هنا على هوامش، على هوامش أختام ختم وسماعات وما إلى ذلك، يمكن أن نجد بعضا منها. هذه النسخة مش موجود فيها الايه؟ المسألة دي. زي دي كده يا اخوانا بالضبط. أختام بتاعة أصحابها، بس دي أختام متأخرة، دي متأخرة لا تثبت سماعا، لأن بالصورة دي أختام متأخرة، دي كلها أختام متأخرة، لكن سماعات على الطرة، على الطرة أو في الهوامش دي كلها أختام متأخرة. إيه ده شيخك وإمام، ولا ده شيخك وإمام؟ أيوة كده تمام. بس فالسماعات الموجودة على الهوامش فيها التصريح بسماع بعض التلاميذ هذه رسالة من مين؟ من الشيخ. أيضا أسانيد الكتاب تدل على نسبة المخطوط إلى صاحبه. سنجد مثلا في مسألة الاستواء بيروي المصنف عن جده أحمد قصة مالك بن أنس في الرجل الذي أتى فسأله عن الاستواء، فبيقول حدثني جدي أحمد، وأحمد هذا هو أبو حامد أحمد ابن إسماعيل، فهذا يدل على نسبة الكتاب إلى صاحبه. يبقى إذن المحققين في مسائل الاعتقاد ينقلون عن هذه الرسالة. نمرة اثنين، على طورة المخطوط نسبة الكتاب إلى صاحبه. ثلاثة، الهوامش الموجودة بخط بعض التلاميذ تدل على هذه النسبة. أربعة، أسانيد الكتاب تدل أيضا على هذه النسبة. طريقة المصنف في الرسالة عليه رحمة الله أنه يهتم بذكر الأحاديث بأسانيدها، وقل أن يأتي بالحديث من غير إسناد،
يعني كثير من الأحيين يأتي بالأخبار مسندة ويهتم ويتأكد من صحة هذه الأخبار، إلا ما ند منه أحيانا بعض الأحاديث تكون ضعيفة فيأتي بها، وهذا قليل جدا. الأمر الثاني أنه يعني رتب كتابه ترتيبا جيدا، فلم يخلط المسائل بل فصل المسائل، بل فصل المسائل، فيقول في صدر كل مسألة ويعتقد أصحاب الحديث، أو يشهد أصحاب الحديث ويعتقدون، أو يعتقد أهل السنة، إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على اعتقاد أصحاب الحديث في هذه المسألة. من ذلك مثلا يعني في صفحة 106 من الطبعة المنيرية، أصحاب الحديث حفظهم الله، أو حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلمة وصحبه دي زيادة مني شوي، وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيل أو شهد له بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنهم، ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه، إلى أن قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، إلى أن قال صفحة 107: ويشهد أصحاب الحديث، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده، إلى أن قال مثلا: دي كلها في مسألة الايه؟ دي كلها أحاديث في مسألة الاستواء والنزول والصفات، وهو قبل كده قال اعتقاد أهل السنة بإثبات الصفات. مثلا في مسألة النزول يقول: ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما فيها هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال. طبعا دي كلها إيه؟ ويؤمن أهل الدين والسنة، انظر، ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. انظر كلمة أهل الدين والسنة، لم يقل هنا إيه؟ السلف وأصحاب الحديث، للدلالة على أن البعث بعد الموت مما هو مقرر في الملل، يعني النصارى يقولون بذلك وحتى اليهود يقولون بذلك. لكن تجد مثلا: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال إيه؟ قول وعمل ومعرفة. ليه؟ لأن أياميه
كان الجهمية في ازدياد شديد وقوة ومنعة، وكانوا يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، فلا يقولون بأن الإيمان قول وعمل، بل يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، وإن شاء الله هذا كله سأعلق عليه. فأراد أن يرد عليهم فقال: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا في كل مسألة بيذكر الأدلة بالأسانيد. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر، دي مسألة مهمة جدا، صغائر وكبائر، فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء فعنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما غنيما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، إلى أن قال: وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. ويقول: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه من الإسلام، وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل، إلى آخر ما قال. يقول: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره. يقول: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أكساب العباد يعني إيه؟ أعمال العباد، لأن عملك كسبك، عملك كسبك، فأكساب العباد أي أعمال العباد، أنها مخلوقة لله عز وجل. يقول: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، إلا أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، إلى أن قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ماشي يا أخوانا، إلى آخر الرسالة. إذن رسالة مقننة ومحددة، ويعني يمكن دراستها بسهولة، وتمتاز بأنها رسالة أثرية، رسالة أثرية، وهذا ما سأذكره الآن إن شاء الله. موضوع الرسالة والاعتقاد، وهذا واضح من خلال الأسماء الموجودة على طرة المخطوطات أو الأسماء التي ذكرها المحققون عن هذه الرسالة. سبب تأليف هذه الرسالة ما ذكره الصابوني نفسه عليه رحمة الله عندما قال: أما بعد، فإني لما وردت آمد طاربستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، وإن شاء الله أنا في بعض التعليقات سأذكرها في وقتها. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين وسلف الصالح، ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، إلى أن قال: وبالله التوفيق.
إذن هذه رسالة بناء على طلب بعض إخوانه أن يصنف مصنفا في الاعتقاد. وعليه إخوتي الإمام الصابوني مسألة مهمة جدا. الإمام الصابوني لم يسمي كتابه، دي مسألة مهمة جدا. الإمام الصابوني ألف رسالته في الاعتقاد ولكن لم يسميها. الناس طلبوا منه أنه يكتب لهم رسالة تبين لهم أصول الدين ومعالم الدين التي ينبغي أن يعتقدوها. إذن ألف لهم رسالة في الاعتقاد ولم يسميها الصابوني، ولذلك حدث الاختلاف في تسمية هذه الرسالة. منهم من سماها الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، ومنهم من سماها كتاب الفصول في بيان الأصول، ومنهم من سماها عقيدة السلف وأصحاب الحديث. إذن هذه التسميات ليست من الإمام الصابوني، وإنما هي ممن تلا، والكل استفادها من خلال ما ذكره الإمام في رسالته. طيب لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ أولا اخترناها لأنها رسالة مختصرة أثرية في الاعتقاد. إذن هي رسالة مختصرة أثرية في الاعتقاد، ومهم جدا أن يدرس الإخوة الاعتقاد من الكتب الأثرية. مهم جدا، يعني لما أقول لك مثلا قال الصابوني أحسن، ولا أقول لك مثلا قال أحمد النقيب، مين أحمد النقيب ده؟ يطلع مين يعني؟ لكن لما نقول قال الأستاذ أبو عثمان الصابوني في رسالته كذا، حاجة تقيلة. إذا لابد للإخوة أن يطلبوا العلم عند الأكابر. ما نلمش الإخوة على دراسة مصنف محدث في الاعتقاد. يمكن أن يكون المصنف المحدث في الاعتقاد اللي هو المعاصر في الاعتقاد ده للقراءة الحرة، لكن الإخوة لا سيما في بداية طلب العلم لابد أن يطالعوا الكتب الأثرية المسندة، ليتعلموا الأدب مع أهل العلم. شوف الإمام كل ما يقول وحي يقول عليه رحمة الله رضي الله عنه، سبحان الله. إذن هذه رسالة مختصرة، اثنين في الاعتقاد، ثلاثة أثرية يعني إيه؟ مسندة. إذن كل خبر هنقول رواه فلان عن فلان عن فلان، وبالتالي عندما تعتقد فإنك تعتقد شيئا ثابتا. لكن المحدثين، أنا ألف رسالة في الاعتقاد، بعدها بأسبوع واحد أم ألف كتاب في الرد على الرسالة بتاعتي. الإخوة يا ترى فين الحق؟ يا ترى ده ولا ده؟ يعني دلوقتي جاي لي يعني سؤال سأذكره الآن، إن سين الإخوة في مكان ما بتذمه وبتقدح فيه، عارفين السبب؟ سبب أنه ألف رسالة في الاعتقاد والإخوة بدوا في دراساته، فالناس التانيين قال لك لا، بدوا يطلعوا الأخطاء بتاعة الرسالة ديت، وقال لك إن هذه رسالة مليئة بالأخطاء وبالتالي لا يجوز أن ندرسها، والشيخ اللي كتبها مش فاهم في الاعتقاد. طب أنا أقول لك حاجة، الإمام الصابوني ذات نفسه قال لك إيه في سبب تأليف الرسالة؟ أنتوا معاكم الرسالة مش كده؟ شوفوا كده في سبب التأليف، أما رضيش أقرأ الجملة ديت لغاية لما نقرأها مع بعض، بس أقول الحتة دي. بيقول: فإني لما وردت آمد طربستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. ما رأيكم في هذه الجملة؟ هل يجوز؟ نعم. إيه؟ طيب نشوف المخطوط، هنشوف المخطوط. شوف عندكم في الكتاب موجود ايه؟ المسجد. انا عندي في النسخة المنيرية وهي اصح من اللي بين ايديكم. النسخة المنيرية ديت اصح من اصح النسخ، النسخة المنيرية ديت، لا ديت ولا دي. نرجع ليه؟ نرجع ليه يا اخواننا؟ لمين؟ بيني وبينكم مخطوط. نبدأ نقرأ فيها: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان، بلاش عشان حد يقول إن أنا إيه،
حد خط صوته كويس وخدنا في القراءة؟ حد بيفك الخط؟ حد بيعرف يستهجى؟ لا انا عاوز انا هجيب اخ صغير بس انا بحبه. تعالى يا عمرو. انا مش عاوز اقول النسخ المطبوعه عشان ما فيش حد يقول ان نحمد النقيب بيطعن في حد، لان النسخ المطبوعه ديت بلاء مستطير، وهضرب لكم بعض الامثله دلوقتي. اقرا يا عمرو. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجهًا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المخطوطة أصدق ولا المطبوعة اللي بين إيديكم؟ طبعًا بلا شك. طيب لو أنا ألفت بقى رسالة وقلت فيها إن وأنا متوجه إلى العمرة لزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا خرابي ده ممكن انضرب عيار نار، وممكن يقول يبقى احمد النقيب ده مبتدع وقبوري وصوفي محترق، وتطلع بقى في الكلمه بقى تطلع بقى على النت بقى والمواقع وما الى ذلك والدنيا تتقلب. هو اخطا في هذه المساله، ومع ذلك عقيدته أوصى بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لمين؟ للإمام الجويني. وهذا الكلام نقله مين؟ الإمام الذهبي. ومين كمان؟ وابن كثير. وأقر عقيدة ديت مين؟ ابن تيمية وابن القيم. يبقى ابن القيم وابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن العماد الحنبلي، دول كلهم فوق الراس. هل معنى اقرارهم العقيده ديت ان هم يقرون كل كلمه فيها ولا فيها مآخذ؟ يبقى اذا نحن ممكن نتعلم من خلال دراسه هذه الرساله الانصاف. الانصاف، ممكن انا عبد مسكين اخطئ في بعض المسائل، يا سيدي انصحني اهديني اهديني، لكن ما ترفعش السيف وتحطه على رقبتي وتقول لي اعترف ان انت اخطات والا قطعت رقبتك بالسيف. إذا نمرة واحد رسالة مختصرة، نمرة واحد في الاعتقاد، اثنين مختصرة، ثلاثة أثرية. طيب لماذا هذه الرسالة أيضا؟ لأن علماء السنة من المحققين تلقوها بالقبول. نمرة اثنين. طيب نمرة ثلاثة، أنها واضحة المعاني مباشرة في دلالتها مما يجعلها تنقر قلب طالب العلم المبتدي، ولا يمكن لطالب العلم المنتهي أن يستغني عنها. إذن هي نافعة للمبتدي وللمنتهي، هذه رسالة نافعة للمبتدي طلبا وللمنتهي تذكيرا. دي نمرة كم؟ ثلاثة. أربعة، أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اضطرب وزل. نمرة خمسة، أن فيها مضامين تربوية وتعليمية وأدبية قل أن تجدها في رسالة أخرى. خمسة. ستة، أنها لمتقدم ليس لمعاصر، وهذا ما ينبغي أن يجتمع عليه الطلبة عند الطلب. نمرة سبعة، وهذا أمر خاص بي، أني أحب هذه الرسالة وكنت قد قرأتها وأنا صغير. هناك طبعة عبد الله حجاج، دي من الطبعات القديمة ودي اللي طلعت عليها وأنا في
في أولى جامعة أو تالتة ثانوي لا أذكر. وهذه الرسالة اللي هي طابعة بتاعت حجاج حقيقة، عندما كنت أقرأ وأنا صغير كنت أشعر بأني لا أفهم وأني العبارة مستغلقة عندي، لغاية لما وقعت في يدي المخطوطات، وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا كانوا بيراجعوا المخطوطات، ولكن أنا ما اديتلهمش النسخة بتاعت حجاج. يعني الإخوة اللي هم راجعوا معايا المخطوطات ديت هم راجعوا مخطوطة واحدة ورجعوا مطبوع أو مطبوعتين، لكن لم يراجعوا كل المطبوعات. انظر يعني مثلا في المطبوع عندي بيقول: فلما وردت آمدة طبرستان وبلد جيلان متوجهين لبيت الحرام وزيارة مسجد نبيه. ماشي، هذا خطأ، كان ينبغي أن يقول وزيارتي قبر نبيه، وفي الهامش يقول هذا لعل هذه وهلة من المصنف، أو لعل السامع ارتج عليه اللفظ فبدلا من أن يسمع المسجد سمعها إيه؟ القبر. ممكن، لكن لابد أن نثبت النص في المخطوط كما هو. إياك أن تلعب في نص المخطوط، اثبت نص المخطوط زي ما هو. ولو عاوز تعمل أي تعليق يكون فين؟ فين يا أخوانا؟ في الهامش. طب انظر مثلا بيقول: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين. طبعا دي خطأ، مش موجودة أو تشبيههما ديت في المخطوط، لكن في المخطوط: ولا يكيفونهما بكيف شبهها بأيدي المخلوقين. ده الموجود. يقول مثلا في المطبوع: وتركوا القول بالتعليل والتشبيه. في المخطوط: وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. اذا المطبوع بالتعليل، في المخطوط ايه؟ التعطيل. يقول: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل. في المخطوط: هو الذي نزل به جبريل. في المطبوع ينزل، في المخطوط نزل. في المخطوط: وذكر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه دي مسألة القرآن أو لفظ بالقرآن. في المخطوط: وذكر محمد ابن جرير، بس مفيش الطبري، رحمه الله في كتاب، مش كتابه، الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة. إذا كانت مسألة إيه؟ يعني ريت انتوا بتسمعوا دلوقتي يا اخوانا اعملوا جدول المطبوع على اليمين والمخطوط على الشمال. يقول: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخراجي بمر، حدثنا يحيى ابن سالوك ابن سالوكة عن أبيه عبد الكريم السدي قال. كلام ده متلخبط خالص. في المخطوط فيما يلي: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنى يعني حدثنا، بس في المخطوط إيه؟ ثنى. تبقى اكتبها ثنى برضك. ثنى أبو بكر محمد بن عبد الله الخراجي بمر، ثنى يحيى ابن سالوك ابن سالوكة عن زياد أو عن زيادة، عن زيادة ثنى عبد الكريم. إذن مفيش عن أبيه، وإنما عن إيه؟ عن زيادة. شوف يا أخوانا، عن زيادة.
ثنى عبد الكريم، ما فيش السدي، ثنى عبد الكريم قال: قال وهب ابن زمعه. مثلا يقول في مسألة الاستواء: وحدثنا أبو الحسن، ده في المطبوع، وحدثنا أبو الحسن ابن إسحاق المدني، حدثنا أحمد ابن الخضر، أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني. في المخطوط: حدثنا أبو الحسن ابن إسحاق، ماشي، وبعدين في بياض صغير: المدلى ابن المدلى، حدثنا أو ثنى أحمد ابن الخضر، أبو الحسن الشافعي، ثنى شاذان، ثنى ابن مخلد ابن يزيد القهستاني. يبقى المدني دي مش موجودة خالص، المدني دي مش موجودة خالص، ولكن هي مدلى ابن الايه؟ ابن المدلى. القول لمحمد بن إسحاق في المطبوع: وسمعت الحاكم أبا عبد الله في كتابه التاريخ الذي جمعه الأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما أو لم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم، إلى آخره. في المخطوط: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ، والباقي كله صح، وفي كتاب معرفة الحديث والباقي كله صح، لغاية سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى. قد استوى موجودة في المخطوط ومش موجودة فين؟ في المطبوع. هناك بعض النسخ المطبوعة أتم من نسخة حجاج، بس بضرب لكم مثال على النسخ المطبوعة فيها أخطاء. نسخة الجديع لعلها من أصح النسخ المطبوعة، وهناك نسخة بدر البدر، ودي أنا طلبتها بقالي ما يقرب من سنة من بعض الناس، وهم يعني يواعدونني ويماطلونني إلى أن مللت، وكان هناك نية صالحة أن تطبع رسالة الصابوني بتحقيق جيد منذ عدة أشهر، ولكن بسبب نسخة البدر توقفت هذه المحاولة إلى أن ييسر الله تعالى لنا بنسخة بدر البدر، وهي مطبوعة في الكويت ولم يتسنى لنا أن نحصل عليها إلى الآن. فمن استطاع أنه يحصل على نسخة بدر البدر في تعليقه على رسالة الصابوني لكان خيرا، لأن هناك نسخة مطبوعة بين أيديكم ونسخة عرفات، يغلب على الظن أن كثيرا منها قد استفيد من نسخة بدر البدر، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قد استفيد. إن شاء الله من الدرس القادم. نعم. عندك؟ لا، أنا مش عاوز أتكلم على أي تعليق، أنا الكلام كله في المخطوطات ولم أتكلم عن المطبوع، لأن لو تكلمت عن المطبوع الله المستعان. بس أنا جبت مثال لنسخة حجاج بالنسبة للمطبوع، وبقية النسخ الله المستعان، الله المستعان. مش عاوز أقول ألا كده يعني. اللي يحصل إن شاء الله إن احنا هنقوم يعني في الدرس القادم إن شاء الله إن احنا سنقرأ النص مضبوطا، اثنين سنحاول خدمته قدر الاستطاعة، لكن سنجتهد بحيث يعني خلال مثلا خمس ست سبع مجالس نكون خلصنا الايه؟ الرسالة ديت. لأن نية صالحة إن أنا أشتغل في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب بعد ما أخلص هذه الرسالة، والله المستعان إن شاء الله. طيب، أكتفي بهذا المجلس إن شاء الله.